جنين الراشي. انا عمري 75 سنه، راسي ميكريب ولايه سليمان. كريب ماهيش خايبة، منطقة جبلية، منطقة ريفية باهية، تزرع فيها أي حاجة يطلع منها، منطقة تزرع فيها الزعفران يطلع، مليها باهية، ما همش خايبين، يعطوا جنب للبراني. لم في البيبز، تلقت في البيبز، نمشي حتى المنزل على سقية، تلقت في البيبز والدبوزة تلقوا طبعا 10 مرات ما تلقيش الكيلو على 500 ويزيد يسرق، نمشي نبيع ويسرق، لا يسرق اشكارة، ظهر اشكارة يقول لك فيها 10 كيلو، ما تصور شيء، اعطيني انت رايك، لا يعيشوني لا يخلصوا لي ما لا يخلصوا لي ضو ولا ما دوروا في نقصة درجة. انا ما عادش فيا عمر فيه، عمري 75 سنة، مانيش مطالع لمين الباب زغل. في رمضان نخرج في الليل، انا ما نخرجش في الصباح، خاطر عندي الدم، عندي السكر يطيح لي، وعندي الدم ساعات 19 يطلع لي الدم. مره انا جاي في القايله ونطيح في الشارع، ما مره هزتني حطتني تحت الحيط، والله اعلم مش عملت كيف باش فقط. يعني انا مريض وحالتي تعبه على الاخر، مرة بي راني مرتاحة وراي سبحة في داية وراني نصلي ونعبد ربي. صحيح نصلي ايه، نعبد ربي ايه، انا مرة نتاعي نعبد على الاخر، معناها انسان تعب في البدن، تعب على الماديات، ما فهمناش، حرم علينا الدنيا الكل حرمت علينا، فهمت سيدي، كانوا يجيبوا لنا شبك نتاع واحد ويلوحنا في البحر. راجلي الله يرحمه بشير حبني وحبيته وجبت صغاري وبوي صغاري وحزنت عليه وما وجعنيش وما ضربنيش وما جوعنيش، نعاونوا في الزمان على بعضنا ويا ربي وليك الحمد، نلبس وناكل وندلل، أما توا ما عادش، يا حسرة على يمات بو عنب منين كان ذيب حولي، توا ما عادش يسوق الذيب. جبت زوز بنات وليد، بنية معارس على روحها في حي التضامن، والوليد معارس على روحها في حي التضامن، وكاري وظروفه ما هي شيء، وين وبنتي عايشين في الدار، عمرها 50 سنة، بنتي معاقة ورايا، شكون مش يصرف عليه، شكون ما خليها تمد يديها تحت حيطه،
ما نجمش، ما يعطينيش ضميري، ما يعطينيش ضميري، ما يعطينيش ضميري. مريضة بالقلب هذا شر يكون، يعطيها دواء والدواء الغالي ما يعطوهوش ليها متاع القلب، وعندها التهاب في المعدة، الظروف ما هيش هي. وتمشي حتى بالمرشدة ما تعطيهاش ورقة باش تمشي تاخذ إعانة ولا حفرارش ولا جراية، وظروفي ما هيش هي، تاخذ 180,000، لا توكل لا تشرب لا خلص لا مال لا ضوء. كل مشي أنا نحامي شكاك وهاو الدويات، عندي ضيق نفس، عندي تشيش العظام. ما عندي شكون يعاونني، انا الراجل متوفي عمره 35 سنه، خلاني بنت 23 سنه، نرى منين مش نجيبان، عامل يوم لا عنده انتريت لا عنده شيء. كنت نخدم في الديار، عنديش حتى ما لا عندي انتريت، خدمت في المترو، خدمت في الترين، وخدمت في الكرام، ما فماش لا صبان لا شيء، موقع ولي يمشي موقع ولي يجي. خلالي شيء، خلالي كانت تعب وجاء وراح أكهو، خلالي حق شيء. أنا يا وليدي نخدم، خدمت في المترو في باب سعدون 3 سنين، نخلص صحة حيط في 80 دينار يمدني. خدمت في مفتاح سعد الله كيف كيف، خدمت في حي الرومانة كيف كيف، خدمت في 10 ديسمبر كيف كيف. رجعوني للتجيل، نظفوا في الترين والمترو والداخل في الدبو متاعو، معناه ما ثماش انتريت لا ثم خلاص لا ثم يعطيك 80 دينار، وتحت حياته ديما يمشي موقع ويخرج الاخر يجي. بين المترو متاع برج الصدرية، بين المترو متاع المرسى، بين المتروات الكل 30 سنة خدمة، ما فماش لا انتريت لا شيء. أعطوني أعطانا العرفنا التالي بصب علينا عام، هزيت الفيشات قال لي ما عندك، قالوا لي ما عندكش حق، فماش معناها انتريت متاعك ما فماش. كي نجو خارجين للخدمة يلزمني ساعتين ونص نخرج من الدار، ناخذ الكار نتاع مرة 3 5 4:30 نبدو في التجيل، نصح ونطلع الكرم، معناها 5 نبدو في التجيل في الكرم، 5 نتاع الصباح نبدو الخدمة، ماضي ساعة يقول الشيف برو روح، وروح 8 نتاع الليل مش ترجع للتجيل نتا خدموه. نخدم ليل ونهار لا انتريت ولا حتى شيء. خدمة تجي 30 سنة خدمة وما صورت شيء، تعبي مشى حرام فضل الله، أنا مستمترين الرب قاعدين يعلم لنا كل يخلق. كان يجول قصوها علي الضوء، ورقة فيها 80,000 واحدة ورقة فيها 70، منين مش أخلص أنا، ونعطي حق الماء وحق الضوء ما نأكلوش نحن، احنا نبطل ماكل عليه. شوفوا ربي يرحمونا يرحمونا، تو تاكلوا وين الفلوس اللي جابها الوزير متاع السعودية، وين زي وين الفلوس اللي لقوها في القصر ضربوا بها الخفيف تحت الطاولة، عليه شوفوا ربي رحمونا، خنتم تاكلوا قاعدين وتخلوا نحن نخلصوا الفاتورة، تخيلوا على شعب دويات ما ثماش، هم يهربوا فيها حليب ما ثماش. تاحل الأساسيين معناها حرام عليكم، راهو تاكلوا في رزق الناس ورزق الشعب.
حلهم اللي ما يقدش البلاد يهزيدوا يهزيدوا على البلاد وشوفوا غيرهم. ننصح الشعب التونسي بصفة عامة ما ينتخبش، يلزم الكفوف اللي كليتوه يهزينا شبعنا. كانت بالقداد بني البرة نمشوا نحصدوا في الفلاحة، نحمر الزيتون، نحمر الجلبانة، نحمر الفول، راجلي منشيرة وأنا منشيرة وعايشين لاباس علينا. عهد بورقيبة، عهد بورقيبة، مشى بورقيبة الله يرحمه جابنا عليه، يا حصر من كان بن علي معانا، ناكلوا في الخبز ويهبط الأسواق ونشوف الأسواق ونقول مرخصوا للشعب خليه ياكل. تو العلوش نتاع العيد يوصل مليون ومليون ومليون ونص، منين مش تعيد انت؟ ما فهم شيء، يكذبوا ما فهم حتى شيء، غلوا علينا الدنيا، حتى الواحد عجة ما عادش خالط عليه، عجة مع حارة العظام بدينا، اش مش تاكل انت؟ كي موتنا نحن. أنا ما تذكرهم يلموني يشبكوا ويلوحوني في البحر وجايين يقول لك صوتونا، لا 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 نصوت لهم لا يصوتوني. عمدة جاني وشاف الدنيا كله ما عمل لي شيء، مشيت لهم عدة مرات وما عملوا لي حتى شيء، شيء ما عملوا لي، ما حبوش يعاونوا. هم زادوا غلوا علينا، قطعوا الحليب، قطعوا الزيت، قطعوا السميد، قطعوا العظم، منين مش يعاونوك؟ انت كون يلقوا يقطعوا علينا نفس الدولة، كون يلقوا يقطعوا علينا نفس، ما عادش نحبوا نتنفسوا. والله لا راه ولا نمشي له الباجي والغنوشي والمرزوقي يزي معطينا الكفوف في وجوهنا، فمي طاح من الكفوف. الانتخابات عمري ما نمشي ليها، خاطر ما هم قاعد يسايسوا في الشعب، الشعب مات، ضاع الشعب، دخلوا الحربش الصغار، دخلوا الزطلة، دخلوا هلكوا الشعب، هلكوا الشباب، اشترهت لها البحر. منين؟ ما عادش دولة ذي. ولينا معناها كاين لكن لاجئين متاع ثيوبيا، حالتنا حليلة، وكنا نلقوا نهربوا نهربوا، ما فناش وين نهربوا. يوم اللي هاربين مشوا إيطاليا يطلبوا، وراهم البارح يطلبوا، نحن في بلادنا ما عشناش، خلي في بلادنا الناس. كان يجد الماء ما يلقى خبز، كان يجد الخبز ما يلقى الماء، ما فماش. متنا تحت الحيط، متنا طفلة بين يدي مش تموت، ما يجيش ليها باش ناخذ ليها حتى الدواء، عندها التهاب في المعدة وعندها جلطة في القلب وساقها معاقب، علاه؟ راعوا الربي، راعوا الربي، راعوا غدوا الحساب فيها، غدوا تتحاسبوا على كل شيء. احنا زمان رانا حتى يجينا حساب خفيف، اما يضرب السوارد ويهربها لسويسرا ما عندوش حق قدام ربي وقدام عبادي. صفة عامة الشباب اهربوا لربي، يزوكم الزطلة ويزوكم الحرابش ويزوكم من الشراب، الباجي يرهلككم، راهو كل معمل حاط فيها الدبوزة ب15 نيال، اهربوا لربي، لوحوا عليكم الشراب اللي مستذكروا بيها عملوا بيه مشروع، لوحوا عليكم، راهي الدنيا خربت، راهي تونس ما انتم رجالها، انتم تصونوها، انتم تصونوا بلادكم،
مش تلوجوا على الباجي ولا الغنوش ولا غيره وغيره وغيره وهم يضحكوا عليكم يبيع القرد يضحكوا على الشريح. هاني نوصيكم وليداتي لوجه الله، أراكم ولادنا لكل الشعب التونسي من ولاد الفقراء نحن، الحاكم هذاك ولاد الفقير، وهم يضربوا روسهم تحت النعام تحت التراب، والشباب ضايع. نحلم بروحي ماشي لكيف هذا فليجة في دي غروبة محلها لبستها وماشي لكيف فقليل منه كيف معناها كاين بيتمكة كاين كي بيتمكة كيما الكعبة كيما المدينة معناها برشا توضحت برشا حاجات قلبي مشوق للعمرة قلبي نقول له يا ربي طيح لي ولاد الحلال اللي يخافوا منك ويرحموني يبعثوني العمر هذا اللي تمنيته من الدنيا الكل الشاب تمشي ندمان ولدي والعين تعشق بلا كيف الفارقوا بالسلام والحبر ومش بالسيف بكيتني الله يبكيك وشمت في عداية خليتني الله يخليك الغرب بين سنية ناديت على ولفتي في دير الكيف حبت والأولابات تتواجب انداية ناديت على ولدتي جلتين واجب اصنايا ما راجل في البرة في كريب ما خلصش عرق الراجل حق الناقة بارك وهو عمل العرق في قصب وحطه فوق الناقة الناقة قالها قومي ما حبتش تقوم ماك العرق متاع الراجل خاطر العرق ملح الله يعفو بينا ملح متاع إنسان ما نشفش عرقه وانت تاكله حقه رأوه ربي مراقب فوق منك